أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، أنا موجود في سوريا، موجود في منطقة الزبداني على حدود بلدان. منطقة الزبداني كلها أو معظمها تهدمت من المسلحين، ومثل ما شايفين أبنية في كل مكان منهدمة، كنايس، فنادق، محلات، كلها تعبير عن الدمار اللي حل في هذه المدينة. طبعا الشر يعني يميت الشرير، وفي نفس الوقت الشر بينتشر وبيتفشى لما قلب الإنسان بيظلم، لما قلب الإنسان بيفسد بصير من السهل إنه يمارس كل أنواع الشرور، وهي صفة الشيطان. مكتوب عن الشيطان: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وهذا ما حدث من المسلحين، من اللي استخدموا اسم الدين حتى يخربوا هالبلد الحلو الجميل، استخدموا طبعا اسم الدين حتى يقوموا في كل هذا الدمار. لكن مكتوب عن يسوع المسيح: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أحبائي مشاهدينا، خلينا نرفع هذا البلد الكريم سوريا، نصلي من أجل شعب سوريا حتى الرب يبارك، ونصلي من أجل كنيسة سوريا حتى تكون نور على منارة، وربنا يسترد كل مسلوب ويعوض عن كل السنين الخراب.